أوضاع السجناء في سجن جو بالبحرين تقلقهم كما تقلق عائلاتهم في الداخل. ناشطون نظموا وقفة رمزية أمام سفارة النظام الخليفي في العاصمة البريطانية لندن تضامنا مع عائلات المعتقلين وللدفاع عن حق السجناء في الحياة. وجود خطر حقيقي يهدد سلامة السجناء، وبالتالي من المهم الآن أن يرفع الجميع صوته عاليا. هذه القضية ليست قضية مغالبة سياسية، وإنما هي قضية من أجل حماية والدفاع عن حق هؤلاء في الحياة. نحن نعتقد بحقهم في الحرية، ولكننا الآن نتحدث عن حقهم في الحياة. وجودهم في بيئة السجن السيء الصيد يهدد حياتهم. كورونا يتفشى في سجون البحرين المكتظة، ومحاولات معرفة مصير المعتقلين باءت بالفشل. شما حاتي ما اتصل فينا، مقطوع من الاتصال. بيتصل ان شاء الله. متى بيتصل؟ عطني تاريخ، متى وقت، قل لي الحين المفروض اتصاله. ليش ما اتصل فينا؟ قالوا انا متاكد انه مصاب، يعني شيكت معلومات انه مصاب، نبي نطمن عليه. لا تحاتي ان شاء الله بيتصل لكم في اقرب وقت ممكن. حتى ما اخذ اسمه، حتى ما تعرف في اي مبنى. ليس فقط البحرانيون قلقون على مصيرهم، بل حتى حقوقيون دوليون مثل براين دولي أرادوا الاطمئنان على وضع المعتقلين ولكن دون جدوى. Outbreak of COVID in building 21 in Jail Prison. Yes. And can you tell me? Can you confirm to me that that's true? من USA ومن أفغانستان. يقول أنا جيك في. إذن يجب على النظام أن يطلق سراح سجناء الرأي كافة، لكن الهدف الأساس يظل تغيير النظام. لقد حان الوقت لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين بدون قيد أو شرط، وليس فقط ذلك، بل شعبنا يطالب بأن يحاكم سجانوهم وجلادوهم. ليس المطلب الآن مختصرا بإطلاق سراح السجناء، وليس هذا مطلبا أساسا للشعب. المطلب الشعبي في الأساس كان تغيير هذا النظام المجرم، واعتقل هؤلاء كنتيجة لهذا الطلب. نظام فاقد للشرعية حول البحرين إلى سجن كبير لا سبيل لكسر القيود عنه إلا بإسقاط النظام الخليفي الجائر.